يا سيد يا سيد إذا بتريد. كأنك تأخرت لأجيت. اليوم رح ننهي الموضوع اللي بيناتنا فورال، ورح تخبرني شو اللي عملته لأختي، ورح تحكي لي شو صار مع ناز. أنا خبرتك إني ما عملت شيء أبدا، هي اللي راحت وانت شفت التسجيلات. ناز تركتنا كلياتنا. لا تكذب ولا حقير، شو عملت لأختي؟ كأنه عم يعذبك ضميرك عليها، مو هيك؟ وعم تتذكر كيف كنت ترفض زواجها مني. انت يلي خليت اختك تهرب وطالعتها من حياتنا وتركتها حتى الوحوش تاكلها. ليك وين ناز هلا؟ ما لها اثر، ما اتصلت فيك ولا مره واحده، مو هيك؟ انا رح اقاتلك يا حقير، ولك اللي بيهرب اكيد بيترك اثر. اختي مفقوده ما لها اثر بنوب، وينها؟ بس انا بعرف مين اللي عمل هيك، اكيد انت. ها، ما خليتها تتركك وتروح، غرورك ما سمح لك، ولهيك قتلتها يا حقير. أنا ما عملت لها شيء أبدا، هي رفضتني وأنا بس قلت لها لا تروحي. أنت قتلتها حتى ما تروح، ها؟ ولك أنت مفكر أنه أنا لساتني عايش بعد ما تركتني ناز؟ ما عاد في شي بيهمني بهالدنيا. أنا ما كان فيني أذيها لناز، اقتلني إذا ما أناك مصدق، لأنه عيشتي من دونها أسوأ من الموت. يلا أوصني وريحني. رح موتك يا حقير. يلا أوص أوص. وقف، رجع المسدس. شو عم تستنى؟ عزيز لا تعملها. ترك ابني، يلا نزل المسدس. بترجاك لا تقتله، فورال الوحيد اللي بيعرف وين مكانها. إذا أنت أزيته فما عاد تلاقيها، وبهالطريقة ما حد سامع حالك طول عمرك. بترجاك رح يجي يوم وتحكي فورال. أنا متأكد إنه رح يجي يوم وتحكي كل شيء. اطلع من هون، يلا روح. رح نلتقى عن قريب. أنت منيح؟ ها؟ إيه منيح أمي، أنا كتير منيح وأنت كمان، لأنه عزيز ما بيقدر يقتلني.